منذ وصوله إلى لواندا قبل أسبوعين اختار المنتخب الجزائري فندق كونتيننتال ولم يغادره حتى اليوم للذهاب إلى كابيندا، ولئن كان صغيرا نسبيا فإنه فندق على مقاس المنتخب الذي سعى مسؤولوه ليضع اللاعبين في أحسن الظروف خصوصا منها الغذائية. الطاقم راهو متكامل وطاقم واسع جدا، طباخين منهم طباخين ومنهم كما يقولوا باللغة الأجنبية فيترينار، واحد مسؤول على كل البيطري، مسؤول على كل اللحوم التي تدخل للمطبخ، وفيه ثلاث طباخين مسؤولين على التغذية وعلى طبخ المأكولات تاع اللاعبين. وإذا كان ربح سعدان وجلول زهير يعدان الخطة على الملعب فإن خطة المطبخ يعدها هذا الرجل الذي قليلا ما يظهر إلى الأضواء، إنه الطباخ ولكنه يعد الخطة بناء على تعليمات علمية. الوجبات التي نقدمها يعني الأكلة الرياضيين بالنسبة لي هي نتمشاو على الليمون اللي يعطيهم لي الطبيب قبل ما ندخلوا للترابوس 15 يوم من قبل، نشوفوا البرنامج الفني تاع المدرب يمدهولي و اون فونكسيون دو حسب الطاقه نستعملوا المنيو هذا. لازم يكون موزون، يكون فيه التوازن كبير لازم يكون. بصح واش راكم تشوفوا اللاعبين الجزائريين يحبوا بزاف لي بات، راهم قالوا لك العجين يحبوه بزاف خاطش يقولوا فيه هو اللي فيه الانرجي، الطاقه الكبيره هي اللي فيه. بصح لازم كل شيء، لازم خضور فواكه لحم موزون. على كل التنسيق بين الرجلين ينعكس هنا في غرفة الأكل، حيث تنوع الأطباق لتأتي كل منها بحاجة اللاعبين الغذائية مع الاستجابة لتنوع أذواقهم، وهو أمر يبدو أن الطباخ قد نجح فيه. أنا طباخ صح، طباخ صاحبنا وجزائري خونا في الفريق هذا معنا من 2004، ويعرفنا كل يعرف واش نبغيه حتى في الماكلة، بصح قبل المباراة ما نوكلوش الكسكسي ولا حاجة اللي نبغيوها، بعد المباراة نوكلو الكسكسي، وقبل المباراة نشوفوا غير باش نوكلو الحاجة اللي تمدلنا القوة، هذه الحاجة المهمة. إذا كانت هذه الأمور قد بلغها المنتخب من خلال تنظيم دقيق ومحكم لم يترك كبيرة ولا صغيرة، فإن السلامة الغذائية هي أحد أهداف مثل هذا التنظيم، دون أن ننسى أن المائدة تجمع أهل الدار وتقرب الغرباء. احنا بعد كل مباراتنا عندما ننتهي كل مباراة نعمل في الصحراء عشاء 100% جزائري، منها الكسكس ومنها المأكولات الجزائرية المتنوعة، واللاعبين كلهم فرحانين، وحتى الأجانب وحتى الناس تاع أنغولا نعزموهم الضيوف يجوا يأكلوا معنا وفرحانين بالأكلات الجزائرية، وهذه مفخرة لنا ومفخرة للجزائر. كل المواد الغذائية ممتازة، دائما أكون سعيدا للأكل وبأن أكون مع زملائي على الطاولة، لكن أنا لا أجيد الكلام عن الأكل، اقطع اقطع، أما إذا أردت كلاما عن الكرة فأنا دائما مستعد. لأن جمال أتمنى أن تكون شهية الأسماء الجزائرية دائما مفتوحة، ليس للأكل بل حتى للنتائج الإيجابية. شكرا جزيلا لك جمال.